الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فبعد أن بين المصنف العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بافضل رحمه الله تعالى، بعد أن بين الماء الطهور، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا، كيف حالكم؟ بعد أن بين الماء الطهور الذي تصح الطهارة به في رفع حدث وإزالة خبث وطهارة مسنونة، وهو الماء المطلق، ثم بين الماء الطهور المكروه، فذكر أنه يكره شديد السخونة وشديد البرودة والماء المشمس، ثم بين الماء الطاهر غير المطهر وهو الماء المستعمل، فقال لا تصح الطهارة بالماء المستعمل. اليوم سيتكلم على تنجيس الماء، متى يحكم على الماء بالتنجيس. فقال رحمه الله تعالى: فصل. ينجس الماء القليل وغيره من المائعات بملاقاة النجاسة، ويستثنى مسائل: ما لا يدركه الطرف، وميتة لا دم لها سائل إلا إن غيرت أو طرحت، وفم هرة تنجس ثم غابت واحتمل ولوغها في ماء كثير، وكذلك الصبي إذا تنجس ثم غاب واحتملت طهارته، والقليل من دخان النجاسة، واليسير من الشعر النجس، واليسير من غبار السرجين، ولا ينجس غبار السرجين أعضاءه الرطبة. هذا الفصل الذي سندرسه في يومنا هذا. قال رحمه الله تعالى: فصل. ينجس الماء القليل وغيره من المائعات. الماء بارك الله فيكم ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى ماء قليل وماء كثير. بكتب السبورة. الماء ينقسم إلى قسمين، الماء ينقسم إلى قسمين، إلى ماء قليل وماء كثير. فالقليل ما دون القلتين، والكثير ما كان قلتين فأكثر، تمام، وهذا ما دون القلتين، والقلتان قدرت بالمساحة بذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، واضح، وقدرت باللترات بما يعادل 200 لتر، وبعضهم قدرها بأقل فقال 193، وبعضهم بأكثر فقال 216 أو 17، واضح. وهذا أمر لا يخفى عليكم. إذا تقرر هذا، فالماء القليل الذي هو دون قلتين هذا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، واضح، سواء تغير أم لا. أما هذا فلا ينجس، وهو الماء الكثير، إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، ولو كان التغير يسيرا. والمراد بالأوصاف الثلاثة الطعم أو اللون أو الرائحة. هذا الكلام بالنسبة للماء. غير الماء من المائعات له حكم الماء القليل. المائعات الأخرى كاللبن والزيت والعصير، فهذه أيضا إما أن تكون دون قلتين، وإما أن تكون قلتين فأكثر. في الحالتين لها حكم الماء القليل،
هذه تنقص بمجرد ملاقات النجاسة. إذا تقرر هذا، هذه صورة المسألة، ومع بيان حكمها نحتاج أن نعرف مستند فقهائنا الشافعية في هذا. مستندهم مفهوم حديث: إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل، لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، رواه أبو داود عن ابن عمر. هذا الحديث منطوقه في الماء الكثير، لأنه قال إذا بلغ الماء قلتين، هذا منطوق الحديث. مفهوم الحديث أي مفهوم المخالفة: إذا كان الماء دون قلتين فإنه يتأثر بالنجاسة فيحمل الخبث. واضح؟ هذا مستند الشافعية في الحكم بنجاسة الماء القليل بمجرد الملاقاة، تغير أو لم يتغير. ومثل الماء القليل المائعات. قد يقول قائل: لماذا فرقتم بين الماء الكثير والمائع الكثير؟ فقلتم إن الماء الكثير لا ينقص إلا بالتغير، أما المائع الكثير فإنه ينقص بمجرد الملاقاة. الجواب: لأن المائع مهما كثر لا يشق حفظه، واضح؟ بخلاف الماء فإن حفظه يشق، ولأن الماء فيه قوة على دفع النجاسة، هذه القوة لا توجد في هذا المائع. وهذا وجه التفريق بين المائعات إذا كانت كثيرة والماء إذا كان كثيرا. فهم هذا أو لا؟ إذا تقرر هذا فإن هذا هو مذهب الشافعية. مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الماء سواء كان قليلا أو كثيرا في الحالتين، واضح، لا ينقص إلا بالتغير. واضح؟ هذا مذهب الإمام مالك، واختاره جماعة من الشافعية. قال العلامة ابن حجر رحمه الله في التحفة، قال إن اختيارهم أي الشافعية لمذهب مالك إنما هو للتسهيل على الناس، أي بمعنى كلامه، وأما من حيث النظر للدليل فإن مذهب الشافعي أقوى دليلا. واضح أو لا؟ إذا تقرر هذا فهذا خلاصة هذه المسألة التي أشار إليها المصنف رحمه الله، فقال: ينقص الماء القليل وغيره من المائعات. قوله غيره من المائعات أي قلت أو كثرت، قلت أو كثرت. في الماء قيد، قال القليل من الماء. في المائعات قال وغيره من المائعات دون تقييد، أي قلت أو كثرت. بملاقاة النجاسة أي بمجرد ملاقاة النجاسة، سواء حصل التغيير أو لم يحصل التغيير. قال ويستثنى مسائل. قوله ويستثنى مسائل، هذه المسائل التي تستثنى، تستثنى من ماذا؟ هذه المسائل تستثنى من الحكم بتنجيس قليل الماء والمائعات مطلقا بمجرد النجاسة، بمجرد الملاقاة، بمجرد الملاقاة للنجاسة. إذن هذا الاستثناءات، استثناءات لماذا؟ لتنجيس قليل الماء، واحد. واستثناء لماذا؟ واستثناء لتنجيس المائعات مطلقا، تمام، بمجرد ملاقاتها للنجاسة. إذن لما قال وتستثنى، الذي يستثنى هو تنجيس القليل من الماء وتنجيس المائعات قلت أو كثرت بمجرد ملاقات النجاسة. قال وتستثنى مسائل، هذه المسائل التي تستثنى بحسب ما ذكر المصنف ست مسائل، وإلا في حقيقة الأمر هي أكثر من ذلك. ولذلك لو راجعتم الشروح كشرح الشيخ ابن حجر رحمه الله على هذا المتن، تمام، أو راجعتم بشرى الكريم، أو راجعتم المطولات كالتحفة، ستجدون مسائل أخرى استثنيت. فهنا ذكر ست مسائل فقط، تمام. كل هذا سيبرد، كل واحد يأخذ واحدة، لا أشرح حتى تأخذوا. إلى متى سيبقى؟
أيوة هكذا. هاي ديماس نوفل يكفي أو لا؟ الحمد لله جاء على العدد. هنا أين هذا؟ في واحدة هنا أخ. آه خلاص جيد. موجود موجود واحدة زايدة أو لا؟ في واحدة زايدة جيد الحمد لله. قال هنا ويستثنى مسائل. المسألة الأولى قلت لك كم المسائل المستثنى؟ ست مسائل. تمام، عد معي، اكتب واحد اثنين بعد كل مسألة. المسألة الأولى ما لا يدركه الطرف، إذن سأمسح هذا ما دام أنه قد تقرر عندكم. المسألة الأولى بارك الله فيكم ما لا يدركه الطرف، والمراد بالطرف البصر المعتدل. ما لا يدركه الطرف، ما لا يدركه الطرف إذا وقع في الماء القليل أو وقع في مائع آخر فإننا لا نحكم بتنجيس ذلك الماء القليل ولا نحكم بتنجيس ذلك المائع، لكن بشروط. حاصل الشروط التي اشترطها الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في العفو عما لا يدركه الطرف أربع شروط. تمام، الشرط الأول قال ألا يكون من مغلظ. فلو كان من مغلظ أي ما لا يدركه الطرف من مغلظ كنحو كلب فإنه لا يعفى عنه، بل ينجس الماء الذي وقع فيه أو الماء الذي وقع فيه. واضح؟ الشرط الثاني قال ألا يغير ما وقع فيه. فلو غير أي غير الماء القليل أو غير المائع فإنه لا يعفى عنه. الشرط الثالث قال ألا يكون بفعله أي بقصد منه. فلو قصد تمام إيقاع ما لا يدركه الطرف في الماء القليل أو في المائع فإنه لا يعفى، بل يحكم على ذلك الماء القليل أو المائع بالنجاسة. هذه كم شروط؟ ثلاثة. الشرط الرابع ألا يكون بحيث لو اجتمع لرؤية لرؤية كثيرا. هذا الذي لا يدركه الطرف متفرق هنا 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 هنا. لو كان بحيث لو اجتمع لرؤية كثيرا لا يعفى عنه. واضح؟ طيب لو كان بحيث لو اجتمع لرؤية قليلا يعفى عنه، فهمتم ولا لا؟ لو كان بحيث لو اجتمع لرؤية كثيرا هذا لا يعفى عنه. طيب لو كان بحيث لو اجتمع هذا الذي لا يدركه الطرف لرؤية قليلا هذا يعفى عنه. فهم أو لا؟ إذن كم هذه شروط؟ هذه أربعة شروط حاصل كلام الشيخ ابن حجر رحمه الله للعفو عما لا يدركه الطرف. وطبعا ما لا يدركه الطرف هذا يعفى عنه سواء في الماء أو في البدن أو في الثوب. ما لا يدركه الطرف يعفى عنه مطلقا في الماء أو في البدن أو في الثوب. هذا الاستثناء الأول. وطبعا لما قلت لك حاصل الشروط التي اشترطها العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى تعلم منه أن هنالك من يخالفه. فمثلا العلامة الرملي رحمه الله لا يشترط هذا الشرط، فيقول ما لا يدركه الطرف يعفى عنه سواء كان من مغلظ أو من غير مغلظ، لكن عند الشيخ ابن حجر قيد العفو بما لو كان من غير مغلظ، أما لو كان من مغلظ فإنه لا يعفى عنه. فهم هذا أو لا؟ أرجو أن يكون واضحا لكم. هذا الاستثناء الأول نمسحه خلاص، نأخذ الذي بعده.
قال: وميتة لها دم، وميتة لا دم لها سائل إلا إن غيرت أو طرحت. اثنين، وميتة لا دم لها سائل إلا إذا غيرت أو طرحت. انتبه معي، وميتة أي أن هذا الماء القليل أو هذا المائع قل أو كثر إذا وقعت فيه ميتة فإنه لا يحكم بتنجيسه. هذه الميتة ميتة لا دم لها سائل، يعني ليس لها دم أصلا، أو لها دم لكنه لا يسيل لقلته. فالمراد بقولهم ميتة لا دم لها سائل أي ليس من شأنها أن يسيل دمها، يعني ليس من شأنها أي من شأن جنسها أن يسيل دمها. أقول لكم هذا لتنتبهوا لشيء، أحيانا قد يكون الحيوان له دم يسيل لكن بعض أفراده لصغر حجمه لا دم له يسيل. يعني مثال الفار مما له دم سائل، لكن يمكن لو كان الفار صغيرا ليس له دم يسيل. واضح أو لا؟ هذا يلحق بأصله، واضح، فيكون مما له دم يسيل. فلا تنظر إلى الآحاد وإنما تنظر إلى الجنس، واضح. فما كان شأنه أن له دم يسيل هذا نحكم على الماء بالنجاسة، كذلك على المائع بنجاسة، أي إذا وقع في ميتا حتى وإن كان ذلك الذي وقع لصغر حجمه لا دم له يسيل. فهم هذا أو لا؟ طيب، وميتة لا دم لها سائل أي من شأنها أن ألا يسيل دمها، أي من شأنها أي جنسها لا يسيل له دم، وذلك مثل البعوض والذباب والنمل والوزغ ونحو ذلك. تمام. قال: وميتة لا دم لها سائل، فإن شككنا في الذي سقط وهو ميتة هل له دم يسيل أو لا؟ فقال الشيخ ابن حجر رحمه الله: لا نجرح حيوانا مثله أو حشرة مثلها، لا نجرحها، لا نشق عضوا، يحرم ذلك لأن فيه تعذيبا. يعني نشق حتى نتأكد هل هذه التي سقطت، ها؟ قال: لا، لأن فيه تعذيبا، واضح. ونحكم له بما لا نفس له سائلة استصحابا للأصل، وهو بقاء طهارة الماء أو بقاء طهارة المائع. وقال الرملي تبعا للغزالي: يشق، وهذا وإن كان فيه تعذيبا إلا أنه للحاجة. هذه مسألة ذكرتها استطرادا لأنها تذكر في الشروح والحواشي، واضح أو لا؟ قال: وميتة لا دم لها سائل إلا إذا غيرت أو طرحت. انتبه معي بارك الله فيك، إذا غيرت فإنها تنجس ما وقعت فيه، سواء الذي وقعت فيه ماء قليل أو كان مائعا. تمام. طيب، إذا غيرت، إذا طرحت تفصيل، إذا طرحت تفصيل. إذن نستطيع أن نقول إن ميتة ما لا دم لها سائل إذا وقعت في ماء قليل أو وقعت في مائع فإنه يعفى عنها بشروط. ما هي الشروط هذه؟ الشرط الأول: ألا تغير ما وقعت فيه. تمام. الشرط الثاني: ألا تطرح. الشرط الثالث، وهذا غير مذكور في الكتاب، واضح، ولعل المصنف رحمه الله لا يرى هذا الشرط كما يقول الشيخ ابن حجر: ألا تكون الميتة مما تنشأ من ذلك الماء أو المائع.
لأن أحيانا بعض المائعات مثلا كالخل تنشأ منه ديدان صغيرة قد تموت فيه، واضح؟ أحيانا الماء القليل إذا بقي فترة قد تنشأ منه يرقات صغيرة، واضح؟ وقد تموت فيه، واضح؟ الإمام النووي رحمه الله يقول إن الميتة التي نشأت من ذات الشيء هذه لا تؤثر، هذه لا تؤثر، واضح؟ المصنف لم يشير إلى هذا الشرط، وكأنه تبع جماعة خالفوا الإمام النووي في هذا فلم يعتبروا هذا الشرط، فجعلوا الميتة التي تنشأ من ذلك الماء أو التي تنشأ من ذلك المائع لها نفس حكم الميتة التي جاءت من الخارج. فهمتم ولا لا؟ واضح؟ ولذلك نحن زدنا هذا الشرط تبعا لمن؟ تبعا للإمام النووي رحمه الله، بل تبعا للشيخين الإمام النووي والإمام الرافعي رحمهم الله تعالى. طيب، قال ألا تغير ما وقعت فيه. طيب فإن غيرت، ها؟ فإن غيرت حكم بالنجاسة. طيب قال ألا تطرح فيه، فإن طرحت، ها؟ فإن طرحت إيش؟ حكم بالنجاسة، صح؟ لكن انتبه معي، هذا يحتاج إلى بعض التفصيل. أنتم الآن فقهاء، لا تحملوا التفصيلات، لا بأس. تمام، فإن طرحت، أولا نسأل من الطارح؟ من الذي طرحها؟ واضح؟ فإن كان الطارح من جنس المكلفين حكم بالنجاسة. إيش معنى من جنس المكلفين؟ يعني من الإنس مثلا، حتى وإن كان صغيرا، حتى ولو كان مثل نجيب هذا، تمام؟ هذا الآن ليس مكلفا لكنه من جنس المكلفين، فلو كان هو الطارح للميتة في الماء القليل أو المائع يحكم بنجاسته، لأنه وإن لم يكن مكلفا لكنه من جنس المكلفين. طيب لما أقول من جنس المكلفين خرج ماذا؟ خرج نحو البهيمة كبقرة أو شاة، واضح؟ فهذه يعني افترض أن عندك إناء لبن، فتحركت البقرة مثلا وأسقطت مثلا حشرة ميتة في داخل هذا اللبن، تمام أو لا؟ هذا معفو عنه. إذن الطارح شرطه ماذا؟ أن يكون من غير جنس المكلفين حتى يعفى. ها عفوا، أيوه، إذا كان طارح من جنس حكم بالنجاسة، فإن كان من غير جنس المكلفين كبهيمة، ومن باب أولى ريح، ها؟ لم يحكم بالنجاسة. وطبعا هذه فيها تفصيل طويل، لكن هذا معتمد الشيخ بن حجر، يعني منهم من يقول إن الطرح يضر مطلقا. إيش معنى يضر مطلقا؟ أي سواء كان الطارح من جنس المكلفين أو بهيمة أو ريحا، في كل الحالات يضر، ومكلفين أيضا يدخل في هذا، واضح؟ ومنهم من يقول إن الطرح لا يضر مطلقا، سواء كان الطارح من جنس المكلفين أو بهيمة أو ريحا، لا يضر مطلقا. والشيخ ابن حجر اعتمد التفريق بين ما كان من جنس المكلفين وما كان ليس من جنس المكلفين، والعلامة الربيعي له معتمد آخر يمكن أن تراجعوه في الكتب، وإذا أردتم ذكرته لكم بعد الدرس، تمام؟ هذا بالنسبة للطارح. طيب لاحظ معي، قال وميتة لا دم لها سائل. هذه الميتة، وأستسمحكم مثلا نأتي بإناء، هذا الإناء مثلا، هذا الإناء فيه لبن أو فيه ماء، تمام، ووقعت فيه الميتة. المقصود وقعت الميتة ووصلت ميتة، يعني في حال
الطرح ميتة، في حال الوصول ميتة. هنا إذا كانت ميتة في الحالتين هنا يحكم على الماء بالنجاسة. أما لو أخذ الإنسان حشرة كنحلة مثلا أو نملة مثلا وهي حية ووقعت حية، فهذا الماء محكوم بطهارته لأنها كانت حية في حال الطرح وفي حال الوصول. طيب لو كانت حية في حال الطرح لكنها لما وصلت ماتت، أيضا هذا محكوم بطهارته، واضح؟ طيب لو كانت ميتة في حال الطرح فلما وصلت أحياها الله، هذا الماء محكوم بطهارته. إذن متى يحكم بنجاسته؟ يحكم بنجاسته إذا كانت عند الطرح ميتة وكانت عند الوصول ميتة. إذن لما قال لك هنا وميتة أي عند الطرح والوصول، هنا تنجس الماء أو الماء القليل أو المائع. فهم أولى؟ نكتفي بهذه التفصيلات، لا نستطرد كثيرا. قال رحمه الله: وميتة لا دم لها سائل إلا إن غيرت أو طرحت. هذا الأمر الثاني، أمسح. ثم قال: الثالث وفم هرة تنجس ثم غابت. وفم هرة تنجس ثم غابت واحتمل ولوغها في ماء كثير. تمام، واحتمل ولوغها في ماء كثير. وكذلك الصبي إذا تنجس ثم غاب واحتملت طهارته. وكذلك الصبي إذا تنجس ثم غاب واحتملت طهارته. انتبه بارك الله فيك، هذا الاستثناء الثالث. قال وفم هرة، قوله وفم هرة، قوله هرة، هذا قوله هرة هنا هذا ليس قيدا، فغير الهرة كالهرة. يدل على ذلك أنه قال بعد ذلك وكذا الصبي، واضح؟ فتفهم من قوله وكذلك الصبي أن قوله وفم هرة هذا ليس قيدا. تمام، إذن نقول مثل الهرة غيرها. قال وفم هرة تنجس ثم غابت واحتمل ولوغها في ماء كثير. نفترض على سبيل المثال عندنا هرة في هذا المكان، رأيناها تأكل ميتة من الميتات، حيوانا من الحيوانات الذي هو نجس، ميتة يعني، واضح، كفأر ميت مثلا. ثم هذه هرة غابت، أي أننا لم نرها، ويوجد بقربنا نهر كالآن، هذا موجود هنا، هذا الماء الذي هنا، واضح؟ ويحتمل أنها ولغت، أي أنها شربت من ذلك الماء. قال لك واحتمل ولوغها في ماء كثير، قوله في ماء كثير أي إذا كان راكدا، واضح؟ أما إذا كان جاريا فيكفي كونه قليلا. لماذا؟ لأن الماء القليل إذا ورد على النجاسة يطهرها، الماء القليل إذا ورد على النجاسة يطهرها. إذن قوله كثير هنا ليس قيدا، بل مثل الماء الكثير، الماء الراكد، الماء الجاري القليل. فهم أولى؟ ولذلك في أول العبارة لما قال
ينقص الماء القليل وغيره من المائعات بملاقاة النجاسة، هذا الكلام مسلم في غير الماء القليل الوارد. أما الماء القليل الوارد لا ينقص بملاقاة النجاسة بل يطهر النجاسة، لما جاء في حديث الأعرابي: صبوا على بوله ذنوبا من ماء، ذنوب هذا ماء قليل، فلما ورد على النجاسة طهرها. فهم أولى. ولذلك قول هنا ينقص الماء القليل بملاقاة النجاسة، نقول هذا في غير الماء القليل الذي يرد على النجاسة. طيب، قال: وفم هرة تنجس ثم غابت واحتمل ولوغها في ماء كثير. فحينئذ هذه الهرة التي تنجس فمها ثم غابت واحتمل، حتى ولو كان هذا الاحتمال بعيدا، أنها ولغت في ماء كثير راكد أو في ماء قليل جار ثم رأيناها تشرب من إناء، فإننا لا نحكم على ذلك الماء الذي في الإناء أو على ذلك المائع الذي في الإناء، لا نحكم عليه بالنجاسة، لا نحكم عليه بالنجاسة. لماذا لا نحكم عليه بالنجاسة؟ استصحابا لبقاء طهارة ذلك الماء وبقاء طهارة ذلك المائع. ويقوي هذا الاستصحاب أنه وجد احتمال أن الهرة قد ولغت في ماء كثير أو في ماء قليل جار، هذا يقوي هذا الاحتمال، يقوي استصحاب الطهارة. لكن لو سألتك فم الهرة هذا، الآن نحن قلنا واحتمل، يعني ما عندنا يقين، احتمال أنها ولغت، فم الهرة هذا هل يحكم بطهارته أو بنجاسته؟ يحكم بنجاسته، لأننا تيقنا نجاسته، واضح؟ وليس عندنا إلا احتمال، فنبقى على الأصل وهو بقاء نجاسة الفم. لكن هذا الماء أو هذا المائع الأصل فيه الطهارة ونشك في نجاسته، فبقينا هنا على الأصل، فنحن أخذنا بالأصلين في كل مسألة. فالأصل في فم الهرة النجاسة وطهارته محل احتمال، والأصل في هذا الماء أو المائع الطهارة ونجاسته محل احتمال. ويقوي احتمال بقاء الطهارة أن الهرة يمكن أن فمها قد تطهر بولوغها في ماء كثير أو بماء قليل جار. فهم أو لا؟ قال: وفم هرة تنجس ثم غابت واحتمل ولوغها في ماء كثير وكذا الصبي. والمراد بالصبي هنا الجنس ليس الذكر، أي صبي أو صبية إذا تنجس ثم غاب واحتملت طهارته، فحينئذ نقول أنه لا يؤثر في المائع أو الماء القليل. هذا الاستثناء الثالث. ثم قال رحمه الله تعالى: والقليل من دخان النجاسة. تمام، والقليل من دخان النجاسة، هذا الاستثناء الرابع، نكتبه تحت: والقليل من دخان النجاسة. دقق حفظك الله مع عبارات العلامة أبو فضل. قال: القليل هذا قيد يخرج الكثير. قال: دخان هذا قيد ثاني يخرج البخار. قال: النجاسة هذا قيد ثالث يخرج دخان الشيء الطاهر. فهم؟ فعندك ثلاثة قيود. قال: القليل من دخان النجاسة، ما هو الدخان؟ الدخان هو المتصاعد بواسطة النار، هذا يسمى دخان. فإن تصاعد لا بواسطة النار هذا يسمى بخار. ولذلك أحيانا، وأعتذر عن هذا لكن أذكره للتوضيح، أحيانا يعني قديما كان في بعض القرى يستعملون هذا البيارات، المكان الذي تتجمع فيه العذراء والغائط وهذا، حفرة تكون في الأرض، واضح؟ تجمع، ماذا تسمى يا أستاذ برهان؟ أيوه، عندنا في مأرب هذا بيارة، صح، كثير في مأرب، لكن هنا أظن لا يوجد. يوجد هنا. على كل حال، هذه
إذا فتحتها ربما يخرج أبخرة، هذه الأبخرة التي تخرج طاهرة أو نجسة؟ هذه بخار أو دخان؟ بخار، تصاعدت لا بواسطة النار، إذن ما حكمها؟ طاهرة. ومنه الريح التي تخرج من الدبر، هذه طاهرة. لماذا طاهرة؟ ليس بواسطة النار، تصاعدت لا بواسطة النار، صح أو لا؟ بخلاف ما لو تصاعد بواسطة النار. مثاله، لو جمعت روث الحيوانات والروث نجس فأشعلت النار يخرج دخان، هذا الدخان ما حكمه؟ طاهر أو نجس؟ هذا حكمه نجس، لأنه تصاعد بواسطة النار. انتبه لهذا، هو الآن لا يتكلم على البخار. ما هو البخار؟ أنا أريدك أن تعرف التصور والحكم. البخار التصور هو ما تصاعد لا بواسطة النار، هذا التصور، ما حكمه؟ طاهر. ولذلك تذكرون المسألة التي ذكرها البيجوري في الحاشية، أنه لو جمع ريح الدبر هذه في كيس فحمله وصلى أن صلاته صحيحة، تذكرون هذا ولا؟ رجعوه في البيجوري، موجودة هذه. تمام، بارك الله فيكم. الشاهد من هذا أن أريد أن أفرق لكم بين الدخان والبخار. هو يتكلم على ماذا؟ على الدخان. دخان النجاسة، وذكرنا صورته أو مثالا له، هذا هو المحكوم بنجاسته. شوف، ليس الروث، نحن لا نتكلم عن الروث، نتكلم على الدخان الذي يتصاعد، هذا محكوم بنجاسته. لكن الحكم بنجاسته يستثنى منه القليل، فيعفى عن القليل في الماء، ويعفى عن القليل في المائع. واضح ولا؟ طيب ما ضابط القلة؟ قالوا ضابط القلة ما لو ظهر في ثوب، يعني لو فعلت ثوب مثلا، لكان تأثير هذا الدخان، دخان النجاسة فيه قليلا، كأن يكون مجرد صفرة، فإن كان كثيرا هذا لا يعفى عنه. واضح ولا؟ إذن هذا ضابط، هذا ضابط القليل. قال والقليل من دخان النجاسة، أي فلا ينجس الماء القليل إيش ولا المائع. انظر ماذا قال، والقليل من دخان النجاسة، هذا الاستثناء الرابع. الاستثناء الخامس يرحمك الله، واليسير من الشعر النجس، هذا الخامس، واليسير من الشعر النجس، اليسير من الشعر النجس. قوله اليسير هذا أيضا قيد، تفهم منه أن الكثير لا يعفى عنه. قوله من الشعر النجس أخرج الشعر الطاهر، هذا لا إشكال فيه، واضح. طيب مثل ماذا الشعر النجس؟ نقول شعر غير المأكول. شعر المأكول هذا طاهر، بشرط إذا فصل في حال الحياة. أما شعر المأكول إذا أخذ من الميتة هذا نجس، صح؟ طيب شعر غير المأكول نجس مطلقا. تأتي مسألة، شعر الهرة طاهر أو نجس؟ هذا نجس لأنه غير مأكول. وبالتالي هذه المسألة مما يكثر الابتلاء بها، أن القطة تكون في البيت، تنام على سجادة الصلاة، تنام على الفراش، تنام على الثياب إلى غير ذلك. هذا الشعر يعفى عن يسيره، بل قالوا إن شعر غير المأكول في حق المركوب، يعني الإنسان الذي يركب نحو حمار، تمام، قد يلتصق شعره بثيابه، واضح؟ أن هذا يعفى في حق من ابتلي به حتى عن كثيره، حتى عن كثيره، واضح ولا؟ كلامنا الآن ليس في هذا التفصيل، كلامنا الآن في الماء
والمائع. فإذا حصل شعر نجس في ماء قليل أو مائع فإنه يعفى عنه، لكن بشرط أن يكون ماذا؟ أن يكون يسيرا. ما ضابط اليسر والكثرة؟ العرف. تمام. بعض فقهائنا ضبطوه بثلاث شعرات، لكن ذلك رد وقالوا إن هذا من ضرب المثال، وإلا فالمرجع العرف. ثم قال: واليسير من غبار السرجين، أي ستة، ويعفى عن اليسير من غبار السرجين. السرجين بارك الله فيكم هو روث الحيوانات، يسمى السرجين ويسمى الزبل، هو روث الحيوانات. روث الحيوانات هذا إذا جف وهبت الريح ربما حملت أجزاء منه، واضح؟ وهذه الأجزاء ربما تقع في الماء القليل، ربما تقع في مائع، فقال لك إذا كان هذا يسيرا فإنه يعفى عنه، فلا ينجس الماء القليل ولا ينجس المائع. فهم؟ قال: واليسير من غبار السرجين. وقوله اليسير تقديره بالعرف، وقوله اليسير أيضا أخرج ماذا؟ أخرج الكثير. قال: واليسير من غبار السرجين. ثم قال: ولا ينجس غبار السرجين أعضاءه الرطبة. هذا استطراد، هو في الأصل يتكلم عما يستثنى مما ينجس الماء القليل والمائعات، واضح؟ لا يتكلم على تنجيس الأعضاء، لكن ذكر هذا استطرادا فقال: كما أن اليسير من غبار السرجين لا ينجس الماء القليل ولا ينجس المائعات، كذلك لا ينجس الأعضاء. فإذا كانت أعضاؤك رطبة، واضح؟ أي مبتلة بالماء، وهبت ريح فحملت أجزاء من هذا السرجين فالتصقت بأعضائك، فإنه إذا كان يسيرا يعفى عنه. ومثل أعضائك الرطبة ثيابك الرطبة، فإن الريح لو حملت غبار السرجين إليها فإنه يعفى عنه. ولذلك قال هنا: ولا ينجس غبار السرجين أعضاءه، أي وثيابه الرطبة، لكن بقيد ماذا؟ بقيد أن يكون ذلك، بقيد أن يكون ذلك يسيرا، والله أعلم. نكون بهذا انتهينا من هذا الفصل الذي ذكره العلامة بافضل رحمه الله تعالى، والله أعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.